طب قولي بقى عن دورك في مسرحيه شمسيه واربع كراسي، تقريبا انت رجل اعمال او عندك تمتلك حاجه جامده قوي كده. انا طالع رجل اعمال وبالاصح يعني مدير بنك، واحنا عندنا في البنك ده كذا يعني الموظفين واخدين كذا فيلا هناك يعني، فبنبتدي نشوف هو بيتصرف ازاي مع الموظفين وبيتصرف ازاي مع الناس، وهو كمان عنده بلوف المسرحيه نفسها. يعني بلوف المسرحيه نفسها عنده هو يعني. احنا ممكن نحرقوا عادي، ما لا مع اكيد جمهوركم شوفها علي بقى احنا بنشوقهم يجوا يشوفوا يا رب ان شاء الله باذن الله. توليفه الزملاء يعني طبعا تحت قياده الاستاذ اشرف ومعاك اس ومعاك مرهان حسين مثلا لاول مره، التوليفه دي توليفه لطيفه وانور طبعا. طبعا مبارك له على الكليب اللي مكسر الدنيا وكده. ما شاركتش ليه في صعيب؟ والله كنت تعبان شويه ساعتها، كنت تعبان فما عرفتش اشتغل يعني في معايا طبعا. يعني كنت اصلا المفروض ليك المفروض كان في سيكونس يعني كده، بس بقى والله للاسف الحمد لله يعني كنت تعبان وقتها. ولما شفت الكليب عجبك؟ انا شايف حلو جدا، وكمان ظهور اكتر من ضيف شرف محليين الموضوع جدا، وفي موضوع التغني يعني الاغنيه نفسها فكره الهو وهي، فكره الصراع بين الراجل والست، مين الغلطان، انت السبب انت السبب، فحلوه جدا موضوعها حلو قوي وعجبني يعني. وهو بسم الله ما شاء الله عملها كويس، وتصورت ككليب كويس قوي ومحترم وشيك وجميل ومبهر كده، الوانه حلوه. فكانت حاجه حفظت السيكونس اللي كان ليك ولا في الكليب؟ لا احنا كنا كده كده هنطلع كورال يعني، حتى اسس لما كده كلكم بالظبط مخكم صعب زيكم والحاجات دي بنبقى حاجات كده، لكن مش سيكونس غنى يعني. طيب بتاعت يعني. نرجع تاني لفكره المسرح والزملاء وحاله التناغم اللي بتطلع على المسرح. يمكن انور اشتغلت معاه اس طبعا استاذ اشرف عبد الباقي، ولكن مثلا مرهان حسين اول مره، فهل بتحاول تكسر ازاي الجليد اللي ما بين الزملاء في البدايه ده، او ان انتوا تبقوا كلكم على نغمه واحده ما فيش حاجه؟ بص خليني اقول لك حاجه، ان احنا اساسا ما فيش ما بيننا حاجه يعني، احنا الدنيا بايظه ما بين سايحه خالص فاهم. فاللي بيخش بيبقى بيلاقي ده فبيركب معانا في الموضوع، احنا كده كده بنبقى جايين عايزين نشتغل نعمل حاجه حلوه نتبسط نفرح الناس اللي جايه تتفرج علينا، كل تركيزنا ان احنا نضحك الناس. فبنبقى بنضحك واحنا شغالين يعني، طبعا بعد معاناه لما بنلاقي الافيه عشان الناس بس ما تفتكرش الموضوع ده سهل يعني. بنبقى بنضحك على الحاجات اللي بيعملوها اصحابنا، فانت تسخن فتشتغل فتقول لي ده تعالى نعمل، فالدنيا بتخش في بعضها يعني ايه اوتوماتيك كده يعني على طول. فلا مرهان كانت جميله جدا وشاطره جدا ودخلت وسطنا بسرعه قوي، ما حسيناش ان هي جديده علينا، ويمكن تحمسنا وتحمس استاذ اشرف ليها يعني كان في محله، لان هي شاطره ومبهره وكاريزماتيك وعندها عوامل كتير حلوه جدا، فلما دخلت في وسطينا كلنا دوبنا في بعض يعني. بس معنى كلامك ان هو الارتجال نسبته كبيره في المسرحيه؟ احنا مفيش بنرتجل كتير قوي. بس طبعا في اساس كنت مش عليه الموضوع ده ايوه من زمان يعني.